اليوم رحلتنا سعيده. صباح الفل على كل مشاهدينا الحلوين الطعمين اللي لسه مستنيينا من امبارح علشان نكمل الجزء الثاني بتاعنا النهارده. احب افكركم ان احنا معانا الاستاذه ساندرا ويامن ومامتهم ريم وعبد الرحمن، ومعانا الاستاذه ليا والاستاذه نايا ومامتهم مي وحسام. لسه مكملين، عندنا تحدياتنا، عندنا العابنا، وعندنا طبخنا وحوادتنا، هنعمل حاجات كتيره جدا جدا النهارده. بس تعالوا الاول نفتكر حصل ايه امبارح في الجزء الاول. ريدي ستادي جو. ايه اكتر كرتون بتحب تتفرج عليه ساندرا؟ كرتون. قولي لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ مامي. حكايتنا النهارده عن دايره بتظهر في السماء. صوت تاني؟ شطاره حلاوه طعامه لذيذه. جينا بقى اللعبه من لعب بابا وماما اللي كانوا بيلعبوها وهم صغيرين ولسه مستمره لحد دلوقتي. كنت بلعب منديل طبعا. اكيد هيكسبوا طبعا يعني. ماشي. هم اللي هيكسبوا. هنشوف مين اللي هيكسب. يلا بينا. يلا كل واحد عارف بقى. واحد اتنين تلاته اربعه. واحد اتنين تلاته اربعه. نبتدي على طول ونقول تلاته. الله عليك. الله يا يامن. نركز. واحد صفر للفريق الاحمر. برافو. يلا نقول اتنين. الله يا ماما. واحد واحد. يلا بينا. يعني حلوه الانتصارات وكل حاجه بس عايزين نكمل لعب. مش يلا. ايوه نقول ثلاثة تاني. ثلاثة. برافو. اتنين واحد. نركز يا يامن. نقول ارجعي ارجعي ارجعي. بصي الام فين. ارجعي عند الام. ايوه كده. نقول واحد. الله. ده كده انا عملت كده. ماشي اوكي كده. احنا كام كده؟ اتنين اتنين. اوكي يلا بينا نقول رقم ثلاثة. برافو يا يامن. اربعة. تعالى انت رايح فين كده. ثلاثة اتنين. يلا نقول رقم اربعة. برافو. اي 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 اي. خدوها في نفس الوقت. خدوها في نفس الوقت. ارجعوا يلا. خدوها في نفس الوقت. مش هتحسب لحد. ماشي. ارجعي لورا. ارجعي لورا. شايفين القمع فين؟ شايفين القمع فين؟ كله ارجع. كله ارجع. كله ارجع. ونقول احنا كام؟ احنا ثلاثة اتنين. نقول أربعة. برافو يا ساندرا. ساندرا الأول. ساندرا الأول. حلو حلو. ارجعي ارجعي. يلا. أنا عاجبني الاحتفال يعني بس مش كده. أربعة اتنين. أربعة اتنين. ونقول اتنين. برافو يا ماما. برافو والله. أيوة شاطرة جدا. كده كام؟ أربعة تلاتة. ماشي. نقول رقم أربعة. أنت طلعت ليه؟ أنت خسرت. أنت هي ما هو خسر. ما هو أنت كسرتي بس هو خسر لك. فاتحسبت هنا. فبقينا كام؟ أربعة أربعة. يلا بينا. ارجعوا ارجعوا ارجعوا. أيوة كله ارجع. كله ارجع. ونقول رقم واحد. ده أنا حاطة إيديا هنا. ده أنا حاطة إيديا هنا والله عشان فرق الدول. والله يا فندم والله. كده خمسة أربعة. نركز يا جماعة. فاضل نقطة. فاضل نقطة. النقطة دي مين هيجيبها يا ترى؟ نقول اتنين. يا أمهات يا أمهات يا أمهات. كده كام؟ خمسة خمسة. خمسة خمسة. تعادل ما بين الفريقين في لعبة المنديل. واضح إن بابا وماما كانوا بيلعبوها وهارين نفسهم لعب. شاطرين جدا جدا جدا. اتعادلنا اتعادلنا اتعادلنا. فاضل نقطة. عايزين نقطة واحدة؟ طب يلا آخر نقطة عشان نشوف مين اللي كسب بقى. نعمل اختبار. ده احنا خمسة خمسة. احنا خمسة خمسة. ارجعي 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 ارجعوا. خمسة 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 خمسة. اللي هيجيب دي هيكون هو اللي كسبان. نقول رقم تلاتة. حلوة حلوة حلوة. شطارة حلاوة طعامة لذيذة. كده يبقى الفريق الأحمر هو اللي كسب. وتعالوا نخش نشوف بقى اللعبة التانية اللي عندنا. جا
جاهزين، عارفين هنعمل ايه، كل واحده متحمسه وعارفين هي متحمسه ليه. يلا بينا على طول، جاهزين يا رجال؟ جاهزين. اوكي يلا بينا. واحد. الله الله، حضرتك ايه الثبات الانفعالي ده؟ واحد، حلو جدا. يلا هاتي الكوره بسرعه 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 يا ليه. نايم. اديها لماما. يلا. اتنين اتنين. الله. اتنين. الله، هاتوا الكور بسرعه يا بنات. هاتي الكوره يا ماما. ايه؟ يلا. ثلاثه. ده ايه ده؟ انا اعتبرها ايه؟ جون. ده انا اعتبرها ايه؟ جون. حضرتك ليه مستسلم كده؟ جون. ها؟ قال لي جون. هو جون ان شاء الله. جون. 1-0 للفريق الاصفر. ماشي. اوكي. اثنين. ماشي. ثلاثة. الله. فين الثلاثة؟ يلا. ثلاثة هنا. ثلاثة. ثلاثة. أربعة. حلوة قوي يا فندم. عاد ابتدينا ايه كده. فين الرابعة؟ هنا بسرعة. يلا يا ساندرا بسرعة. أربعة. يلا يا ماما. أربعة. الله. خمسة. نسخن بقى. خمسة. الله، حلوة جدا. فاضل هنا. يلا يا ساندرا. ماما. خمسة. ها؟ بسرعة يا مايك. الله. ستة. يلا. الله. ماشي. ستة. هاتوا الكورة. لازم هم. استني استني استني، في ستة هنا. يلا ستة. يلا يلا ستة. الله. سبعة. هي بتحصل. سبعة. حلو. فين سبعة؟ هنا. سبعة هنا. يلا. سبعة. الله. ثمانية. بنستدعى صفير. الله. ثمانية. يلا بسرعة يا ساندرا. هاتوا الكورة. ثمانية يا بنتي. ثمانية. الله. ماشي. خدي الكورة. تسعة. ماما ماما ماما. كويك كويك. انتي كويك. انتي تسعة. حلوة جدا. اخر كورة واخر كورة كده. 1-0 الفريق الاصفر. سو فار. عشرة. الله. عشرة. حلوة قوي قوي قوي. 1-0 لصالح الفريق الاصفر بسبب الكرة اللي عدت ورا الرجل دي، اللي هو قال لي جون جون، عديها بقى وخلاص. حلو جدا جدا جدا. يلا نخش بقى على التحديات اللي عندنا ونشوف هنعمل ايه تاني. عاش والله عاش والله عاش. اكتر اللعبه اللي بتوتر بقى كل الناس، ونبقى قاعدين كلنا حاطين ايدينا على قلبنا كده ونشوف مين اللي هيوقع البرج. هنعرف دلوقتي حالا مين هيوقع برج. حد عايز يعترف عن الله؟ انا لسه ما قلتش. معترفه؟ ها؟ ليه كده؟ يا رب يا رب ما توقعش. يا رب ما توقعش عشان توصل لك، عشان تلعبي انت. طيب يلا على طول. عارفين كلنا نلعبها ازاي صح؟ يلا يا بابا. لا ابتدي بحضرتك. يلا على طول. لا هو الاول. من فوق ولا من تحت؟ لا من لا كله ما عدا الصف ده. ما عدا الصف اللي فوق. واللي قبله اكيد يعني. ممكن تيجي من هنا حضرتك، تبص كده بصه من هنا. ادرس ادرس كده. يلا. اول واحده دي بتبقى سهله قوي. لا مش اول واحده، يعني مش اول صف قصدي، اول واحده بتتشال يعني. احب افكرك ان بناتك نفسهم يلعبوا. ايه التهور ده؟ اوكي عكس عكس بالظبط. برافو يا استاذ حسام. يلا يا استاذ عبد الرحمن. والله ما توقعتش. يا بابا والنبي ما توقع. ايه؟ ايوه والله برافو. يلا يا ماما. ماما انا عايزين تخلصوها بدري قوي ده. لا طب حاسبي بالراحه بقى، خلي بالك. ايه بنت نفسه يلعبوا؟ صح. ايوه اتفضل. ايوه بالراحه بالراحه بتقول. ماما عايش. هي دي سهله دي يا ماما. صح. ايه الاكسايتمنت دي؟ حماس رهيب. لا لا الثالثه بتاعتهم. برافو. يلا يا ماما. عدينا الحمد لله. مش هوقع. تعالي كده تعالي كده. ايوه يا ماما. برافو برافو.
يا سلام مخلصها برضه. يلا يا نونو. انت بتعرفي تلعبيها بقى صح؟ ايوه قوي. ها بتعرفي تلعبيها قوي؟ ان شاء الله خير. نشوف بس. تعالي كده ياتي. ماشي خلابي خلابي على الحلاوه. برافو يا شاطره شاطره. يلا يا مولي. بالراحه يا ايمن بالراحه يا ايمن. التعور ده متعور دايما. اوكي. مريمن يامن يامن. معلش يا ياموني معلش. بتحصل عادي جدا. يامن هو اللي وقع على البرج النهارده. تعالوا نشوف بقى العاب التحدي معانا هتبقى ايه النهارده. بقى للتحدي اللي معانا دلوقتي تحدي الكور. وهنشوف مين اكتر اسره هتعرف تحافظ على اكبر عدد كور ممكن. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. ناخد بالنا فينا فرق طول رهيب. الله الله. طب خلي بالك. ماشي يلا ناخد بالنا فرق طول رهيب. الله وطي يا مامي وادلقي. الله تعالي بقى تعالي تعالي يا ساندرا تعالي. عندنا هنا ساندرا هنا. ايوه ونشوف بقى ايه اللي خلق. تعالوا كده تعالوا كده. يلا بسرعه. ايه ليبي انت خايفه يا لولو؟ يلا ايوه يلا تعالي ناي تعالي بسرعه. لسه هنشوف دلوقتي هنعرف 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 هنعرف. انت اللي مش عامل كويس. ايه احنا لسه هنقعد نعمل كده. يلا واحد امسكولي. واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه 8 9 10 11 12 13 13 كوره. هنا 8 عدتيهم. يلا لحسن يطلعوا اكتر ولا حاجه. 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا بوضوح شديد الفريق الاصفر هو اللي كسبان وجمع 13 كوره قدام 8 كور. يلا نشوف ايه اللعبه اللي بعدها. يلا بينا. فرقعت البلالين. يا ترى الاستاذ يامن ولا الاستاذه ليا اللي هيوصلوا للبالونه الزرقاء النهارده اسرع؟ مش عارفين ومش هنعرف نتوقع. بس هنبتدي على طول نشجع صح كده؟ صح. يلا ريدي ستيدي جو. برافو. ما تتحركيش ليا. ورا ورا يا ليا ورا يا ليا. مكانك 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 يا ليا مكانك يا ليا مكانك يا ليا. برافو برافو. يلا يا ليا خطوه كمان. يلا خطوه من عندك من عندك من هنا. يلا ليا برافو. برافو 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 برافو. تعالوا بقى نروح نشوف على طول هنعمل ايه في بلاي ستيشن وهنرجع تاني على طول. جينا بقى للبلاي ستيشن واخترنا بقى الاستاذ يامن وهم اختاروا الاستاذه ليا عشان يلعبوا بلاي ستيشن. جبنا لهم العربيات قالوا لا احنا هنلعب فيفا. واكتشفت المفاجاه الكبرى ان الاستاذه ليا بتلعب فيفا كويس جدا صح؟ تلعبي مع مين؟ اصحابك واخواتك وكده؟ اخوكي؟ طب ما اخوكي ده اخواتك. ماشي طب يلا نبتدي على طول. ايوه اخوكي واحد بس. نلعب اخترتي مين؟ ليفربول؟ ايوه دلوقتي ليا بتلعب بليفربول والاستاذ يامن بيلعب باريس سان جيرمان. نبتدي الماتش والجماهير في المدرجات تستعد لكي تشجع. دوسوا بقى يلا سكيب ونبتدي الماتش على طول. يلا يا ليا. ايوه يا ليا برافو يا ليا. لا 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 باريس سان جيرمان مع الكوره. باريس مع الكوره. باريس طبعا التيشيرت الازرق و
ليفر التيشيرت الاحمر. باريس سان جيرمان بيرقص حلوه قوي. اوف سايد اوف سايد اوف سايد. يلا الله حلوه يا ليا حلوه يا ليا. برافو برافو برافو. معلش الله لا مش عايزاكي تنفعي ابدا. تعالي بس ليفربول. لا باريس سان جيرمان معاك كوره. باريس سان جيرمان معاك كوره. مسيطر على الملعب على الروقان خالص. برافو. اقطعيه. طب يا ليا اقطعيه اقطعيه يا ليا. لا 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 لا. 1-0 1-0 لباريس سان جيرمان. يامت جاب 1-0. فين بقى فين انا بلعب بقى ومقطعاهم بقى فين. يلا هو احلى. الكوره مع ليفربول. يلا باريس سان جيرمان. الله بتعمل ايه انت كمان بتعملوا ايه. الكوره جوه الملعب. يلا يا ليه. يلا ليفربول معاك كوره. خلي بالك. برافو حلو قوي الباسيه دي. حلو قوي اللعب ده. برافو ليفربول معاك كوره. بيباسي حلو قوي. ده مو صلاح ده ولا مين؟ ايوه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان حلو قوي. بيرقص بترقص بيباسي. باريس سان جيرمان معاك كورة. ايه يا بنتي ايه. ماشي يلا ليفربول معاك كورة. يلا يا ليا. ليفربول ليفربول معاك كورة. ليفربول انت بتقولي لمين؟ انت بتقولي لمين؟ انا عندي سؤال. انت بتقولي لمين؟ طب ادي الاوردر لايديكي ما تقوليش لحد. يلا بينا نكمل. هتكعبلك. يلا باريس سان جيرمان ما بيتكعبلش. يامن كورنر. الكوره مع باريس سان جيرمان. ايوه ايوه يا ولد اوعي تدخلي الكوره في نفسك. برافو. الكوره ايوه ايوه رايحه جايه رايحه جايه. بس حلو دفاع قوي الحمد لله. يلا نعمل بقى هجمه منظمه بقى. ايوه يلا نباس بقى. يلا لمين بقى؟ احنا هنقعد نباس لبعض. خشي بقى بيها هناك. يلا باسي حلوه قوي حلوه قوي حلوه قوي قوي. ليفربول معاك كوره. ليفربول معاه كوره. بيباص بيباص حلو قوي حلو قوي. الباصيه حلو قوي اللي بيحصل ده. يا ليا معلش. باريس سان جيرمان قطعها حلو قوي. لسه كوره مع ليفربول. بيباص حلوه. هجمه منظمه جدا. برافو يا ليا قوي حلو قوي. الله 1-1 يا جماعه. 1-1 يا لعيبه يا لعيبه يا ليا. وانت بتضحك ازاي لعيبه والله. 1-1 برافو. ليفربول 1 باريس سان جيرمان 1. دوسي اكس. يلا مش ممكن مش ممكن. بتضحكي على ايه؟ يلا 1-1 شاطره كده. 1-1 ماتش غريب جدا ماتش غريب جدا ماتش غريب جدا. يلا الكوره مع الكوره مع باريس سان جيرمان. يلا بقى نسخن بقى. يلا لسه 1-1. باريس سان جيرمان معاك كوره. يامن ايه يامن ده يامن ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ يلا يامن بقى. يلا نباسي بقى يامن. ليه يامن بقى ده؟ الكوره مع ليفربول مره ثانيه. بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ فريق متعاون مع بعض. الله كوره مع ليفربول ثاني. راحت ليفربول بيباسي بيباسي حلوه قوي حلوه قوي. هجمه حلوه جدا. بتباسي باسي باسي يا ليا. صلاح باسي يا ليا. حرام اتقطعت اتقطعت مع كوره مع باريس سان جيرمان. يلا يلا يامن. الشوط الاول خلص. الشوط الاول خلص بالتعادل 1-1. ماتش قوي والله والله ماتش قوي. لا شطاره. يلا نخش على الشوط الثاني. الكوره مع باريس سان جيرمان. انت الناحيه الثانيه بقى. انت بتشوطي الناحيه الثانيه. برافو. ايوه كده. برافو برافو يا ليا. كوره مع ليفربول بسرعه بالغه. مش ممكن. باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان. بس فين؟ مفيش حد هناك. باسي يا ابني باسي. برافو باسي يا ابني. باريس سان جيرمان الكره مع باريس سان جيرمان. باريس فين فين فريق ليفربول؟ فين فين بقى رايح فين؟ كله متركز عند الدفاع. عايزين نهجم بقى. يلا بقى ايوه كده بقى. صحي بقى الناحيه الثانيه. قالوا لي انت الجون الثاني انت الجون الثاني. ما تحطيش جون في نفسك. يلا ايوه برافو. ليفربول ابتدت تدرك وجود الجون. فين؟ الله حلوه القطعه يا ابني. باريس سان جيرمان حلوه القطعه قوي. حلوه قوي القطعه. حلوه قوي. شكلها هجمه حلوه. حلوه حلو. باصي البت حد. وهي الله الله يا ابني. حلوه حلوه وعلى الهادي. 2-1 لباريس سان جيرمان. برافو. هتكسبيه انت ما خسرانه. طب يلا وريني. امبابي هو اللي جاب الجون. يلا الكوره معاكي العبي. يلا برافو حلوه قوي. يلا فعلا. يلا بقى قطعها. يلا من غير سرير.
يلا يلا باريس سان جيرمان ابتدى يسيطر تاني. حلو قوي الكلام ده. طب بنباصي بقى بنباصي، بلاش بقى كده. اوبا، كل ما اقول له بلاش كده يجيب جون. ده 3-1 واحنا واقفين. ده امبابي برضه، امبابي برضه واحنا واقفين. 3-1 جاب 3. انت اصعب اصعب ايه؟ ما انت كنت زي الفل، انت كنت لعبه وكنت متعادله. العبي يلا يلا يا ليا. بالظبط، ليه كده فعلا؟ حصل ايه؟ مش عايزاكي تتوتري. ايه بالظبط؟ يلا، هي دي، هي القطعه دي، هي دي الروح يا ليا. ليفربول معاك كوره، يلا. قالت له يلا يلا بقى شوتي. معلش قطعه، معلش. قالت لها مش يلا بقى. سخن بقى باريس سان جيرمان، سخن ويامن سخن. بس يا ريت يباصي، عارف لو باصيت امبابي برضه هيجيب هاتريك ولا ايه؟ هاتريك؟ لا لا لا. حلوه قوي يا ليا، حلوه قوي، حلوه قوي. برافو برافو، الكره مع ليفربول. حلوه حلوه القطعه يا بنتي، حلوه يا بنتي قوي. اجري بقى، اجري اجري بقى، ويلا جون جون بقى. شوت 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 شوت. ماشي، متاخره قوي، متاخره قوي يا ليا، بس حلوه. متاخره، معلش تاخرتي قوي. طب انا اعمل ايه؟ انت اللي تاخرتي. برافو يا ليا. معلش، يلا يلا لسه. ايه ده؟ انت تهور موديكي. بصي، مرجعنا ورا، مش عايزاكي تتهوري. لا معلش، هما مين اللي بيضربوك؟ انت اللي انت اللي نازله الارض فيهم. كوره مع ليفربول، كوره مع ليفربول. يلا حد ياخد الكوره. باريس سان جيرمان احسن فعلا. يلا، شكلها جول، شكلها جول. اقطعي اقطعي. معلش، اوت اوت اوت. كان امبابي برضو ده. يلا بصي، كره كره ثانيه، كره ثانيه. حلوه قوي، ماشي. سكيب، يلا كورنر. يا كورنر، يلا العب العب يا امن. حلوه قوي، حلوه يا ولد. وديها هناك، يلا يا ليا. جون جون. برجع له تاني، برجع له تاني. باصي باصي بقى قوي، رايق قوي يا امن. بيباصي بقى، بيباصي، بيرقص بيرقص. بس احنا عليه ليفربول. يلا 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 ليفربول. اوبا، حلو قوي اللي بيحصل ده. برافو برافو، حلوه قوي الترفيزه، حلوه قوي يا بنتي، حلوه قوي الدفاع. مش ممكن، ماتش غريب. حلو جدا، فاضل اقل من دقيقه. الله يا بنتي، الله. اوعي تدخلي الجون في نفسك. برافو، ربنا سترها، كانت هتدخل الجون في نفسها. يلا يلا، لسه بنلعب. يلا يلا شوت. يلا ليفربول معاك كوره، ليفربول معاك كوره. وقت بدل الضايع، وباريس سان جيرمان معاك كوره، وراجع تاني. اوكي، هكذا اعزائي المشاهدين قد كسب فريق باريس سان جيرمان 3-1. بس طبعا ماتش قوي جدا وغير متوقع بالمره ما بين الاستاذه ليا والاستاذ يامن. تعالوا بقى هنلعب تاني ونكمل لعبة، اكيد مكملين لعبة معاكم. تعالوا نروح هنعمل ايه تاني، نشوف بقى هنعمل ايه تاني على طول. يلا يلا يلا. النهارده مع الامهات والبنتين الامارات، الاستاذه ساندرا والاستاذه نايا، وهنشوف بقى مين اللي هيكون صف بسرعه. ايه رايكم؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا نبتدي بقى. ايه فريق فريق عشان ما تخشش في بعضها. احمر بدات على طول، اصفر يلا يا ماما. يلا احمر، مامي دخلت يا مامي. برافو، اصفر يلا ماما. مفيش، يلا برافو. ولا اي واحده، يلا. اصفر اصفر، استني يا بنتي. ايه الحماس ده؟ طب استني، اصفر مرتين بقى، اصفر مرتين. يلا، مره ما جاتش، يلا المره الثانيه. جربي يا نايا. يلا ماشي، احمر احسن يا ماما. برافو، اصفر اقوى يا ماما. ماشي، احمر برافو، اصفر لفوق يا نايا. لفوق لفوق، برافو، دخلت. احمر ماشي، اصفر يا بنتي. استني استني يا سامر، استني كده. دخلتي ما لعبت، اصفر هيلعب مرتين. اصفر يلا يلا، انت كمان يا نايا واحده. يلا يلا، بنفوق عليكي من فوق. اصفر برافو، احسن يا ماما. عندك واحده، لو دخلت تبقي كسبانه. يلا احمر. وهقد كسب الفريق الاحمر بسرعه جدا جدا جدا. شطاره، حلاوه، طعامه. تعالوا نروح نشوف يحيى وكنوزه هيقول لنا ايه النهارده، ونرجع نكمل لعب تاني. يلا.
فعلا بيجوا اصحابي دلوقتي البالون هيخوننا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز بسينو عن الالعاب الرياضيه في كيمت. يلا بينا نشوف. مالكم بس يا ولاد من الصبح وانتوا عمالين تضايقوا بعض؟ يا سينو دلوقتي انا فزت في مسابقه السباحه في النادي، والسباحه يعني عضلات قويه ونفس طويل. وانا يا سينو انضميت لفريق كره السله لان المدرب شايفني موهوبه، والموهوبه الناس بتحبها اكتر. مين قال ان لازم حد فينا يكون احسن من التاني يا اولاد؟ القوه شيء عظيم، لكن قوه من غير عقل ممكن تضيع صاحبها وتخلي كل الناس تكرهه، وموهبه من غير طموح مستحيل تخليك تحققي اي نتيجه في المستقبل يا كنوز. انضمامك للفريق لوحده مش كفايه، لازم تثبتي نفسك وتبقي لاعبه مميزه. انتوا عارفين ان نفسي اتعلم ايه لما اكبر؟ ايه يا يحيى؟ نفسي اتعلم العب شطرنج. وايه هي فكره اللعبه دي؟ اللعبه اللي بيتكلم عنها يحيى عباره عن قطعه خشب متقسمه لمربعات متساويه وعليها مجموعه من القطع اللي بتتحرك حركات بيقوم بيها اللي بيلعبه لحد ما لاعب منهم يسبق التاني بحركه ويقدر يكسب. تعرفوا يا أولاد إن في لعبة في مصر القديمة قريبة قوي من اللعبة دي، لعبة السنت. لعبة مارسها الملوك وشعب كيمت، وليها صور على جدران أماكن دفن بعض الملوك والملكات. طيب المصريين القدماء عرفوا ألعاب رياضية تانية يا سينو؟ ألعاب كتير يا يحيى. عرفوا مثلاً يعني اللعبة اللي أنت بطل فيها. الله، كانوا بيلعبوا سباحة؟ أكيد في نهر النيل وفي البحيرات كمان، وبعض الأمراء عملوا حمامات تشبه كده حمامات السباحة الحديثة في قصورهم. ومن الألعاب الرياضية اللي كانت برضو منتشرة في كيمت هي لعبة المصارعة. علماء الآثار اكتشفوا أقدم مدرسة لتعليم المصارعة في منطقة بني حسن بمحافظة المنيا. والبنات برضو يا سينو كانوا بيلعبوا رياضة في كيمت؟ البنات والولاد كانوا زي بعض في التعليم والرياضة وكل حاجة تقريباً يا كنوز. ومن الألعاب اللي كان المصريين القدماء مميزين فيها هي الرماية. وبرضو عمل مسابقات للرماية؟ مش كده، الرماية ما كانتش مجرد رياضة وبس، الرماية كانت إعداد قوي للشباب عشان يخدموا جيش كيمت في حملاته العسكرية. مرة أستاذ عصام في حصة التاريخ قال لي فعلاً إن الرماية كانت رياضة مهمة عند المصريين القدماء، وإن في لوحة للملك أمنحتب الثاني وهو ماسك القوس وقدامه هدف للرماية وقدر ينشن عليه بالظبط. طبعاً، لأن اللي هيتعلم الرماية وألعاب تانية كتير هيكون جندي قوي قادر يدافع عن بلاده. الألعاب التانية ممكن تبقى ركوب الخيل، صح يا سينو؟ ركوب الخيل ورمي الرمح اللي كان له مسابقات قوية جداً لإظهار القوة والمهارة. احكولي شوية بقى يا أولاد عن الألعاب في العصر الحديث، بس مش الألعاب اللي يحيى بيلعبها على الجهاز السحري اللي دايماً قاعد قدامه هناك ده. أنا عاوز الألعاب اللي فيها منافسات حقيقية على أرض الواقع. كتير قوي يا سينو، دلوقتي في كرة القدم وفي الكاراتيه والكونغفو. خلاص، أنا هشوف لي أي رياضة من دول وهلعبها، وروني بقى مين فيكم اللي هيكسبني. رحلة سعيدة. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة قوي. طيب وإيه الألعاب الرياضية اللي بتحبوا تلعبوها أو تتفرجوا عليها؟ أنا بحب الكرة قوي. أنا بحب أتفرج على ماتشات التنس. لازم تكونوا عارفين إن المصريين القدماء ما اهتموش بس بالألعاب الرياضية، اهتموا بحاجات كتير زي الغنى والعزف والآلات الموسيقية زي مثلاً آلة الهرب. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا
بقى للمطبخ بتاعنا ومن اول الرحله بتاعتنا عاملين يقولوا لي امتى هنخش المطبخ، امتى هنلعب مطبخ، امتى هنعمل اكله حلوه. واضح جدا البنات بتوعنا النهارده بيحبوا الطبخ قوي، صح يا بنات؟ صح. بتعملوا ايه بقى في البيت؟ انا بعمل حاجات كتيره قوي، زي ممكن بعمل مكرونه اصلا. يا ولد بعرف اعمل بيض وحاجات. بيكينج؟ بيض. بيض بيض نايس. اوكي. لا بس بعمله مع ماما. بتعمليه مع مامتك، وانت بتعملي ايه يا استاذه؟ قبل كده عملت بيتزا في المدرسه يوم الاحد. اه اللي هو يوم الاحد. اوكي. وقبل كده عملت السلطه وكلتها كلها لوحدي. كلها كلها؟ طب مين عمل فروت سالاد قبل كده؟ انا. عملته وبتحبوا سلطه الفواكه؟ طب ايه رايكم بقى اعلمكم تعملوا سلطه فواكه؟ سهله جدا وبسيطه جدا، وتقدروا تاكلوها لوحدكم من غير لما ماما تعملها لكم، بس انتوا كمان اللي تعملوها وماما تاكلها، انتوا اللي تعزموها عليها. ايه رايكم؟ يلا عندنا بقى ايه فواكه؟ كل واحده هتحط لي شويه فواكه وتقولي حطت ايه. يلا هنحط ايه؟ حطي يا استاذ. هنحط ايه؟ هحط رمان. عنب؟ ورمان. ده عنب. حلو حلو العنب. يلا وايه كمان؟ رمان. رمان. احنا مش عايزينه بقى نحطه في الدرج اللي تحت. فممكن تساعدوني يا بنات كده؟ نحط الدرج في الدرج اللي تحت. ايوه. ايوه كده. وايه كمان؟ ابلز. ابلز. حطي شويه ابلز، مش كله. ابلز حطي. ايوه. استنى بس كده، حلوه قوي. يلا ابل. وده ايه؟ كيوي. كيوي. حلوه قوي. مانجو. مانجو يا سيدي على المانجا. طبعا السلطه بتاعه الفواكه زي سلطه الخضروات، كل ما الالوان زادت فيها كل ما الفايده زادت فيها برضو. عادي جدا. هي هتحط لو عندنا اي نوع فاكهه زياده، لو عندنا موز زياده، ستروبري اللي هو الفراوله، لو عندنا اي فاكهه زياده كفايه كده، ممكن جدا 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 ان احنا نبقى بنستخدمها. تعالوا نقلب كده. ده بقى عصير ايه؟ عصير كومبوت. هيبقى لذيذ قوي. برضو ممكن نحط اي نوع عصير بنحبه، يعني احنا لو بنحب عصير تفاح، عصير اناناس. يعني ايه الكومبوت؟ اللي هو فيه كومبوت اناناس. ايوه يعني حاجات كتير من انواع كلها، ميكس فواكه. وعايزين نعمل بقى ميكس عصير، ميكس ممكن نحطه، بس احنا النهارده عندنا ايه؟ العصير بتاع الكومبوت. يلا نحط شويه عصير يبقى جوسي كده يا سيدي. اه ماشي، حلو قوي الكلام ده. حطي حطي. انت خايفه ليه؟ بس كفايه كده. ايه رايك نجيب المناديل؟ عشان لما نوسخ حاجه لازم ننضفها بسرعه. مناديل اهي. ايوه برافو. ماشي. احنا مش عايز ايه؟ شكرا شكرا يا ست البنات. ننضف كده على طول. نضفي انت بقى الحته دي. بعدين هنحط معلقه سكر. طب نضفي. يلا هنحط المعلقه جنبك. هاتي معلقه. يلا الموضوع سهل قوي 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 صح؟ حطي المعلقة من غير ما توقعي سكر، عشان السكر بيجيب ايه؟ بيجيب ايه السكر؟ نمل. نمل. برافو. كده تقريبا تقريبا يا ولاد احنا جهزنا، حطينا معلقة سكر واحدة، نقلب كويس عشان السكر بتاعنا يبقى متقلب وكله تمام. خلصنا. خدنا وقت؟ اه. ايه خدنا وقت في ايه؟ يعني خدنا وقت في ايه؟ ما خدناش وقت. ما خدناش اي وقت خالص. جبنا عنا دقيقة. ما خدناش دقيقه اصلا. طبعا احنا ممكن ناخد وقت اكتر في ان احنا نقشر البرتقال ونقطعه، نخلي ماما تساعدنا. بس احنا مقطعينه اصلا. بس احنا مقطعينه اصلا فما خدناش اي وقت. ايه رايك بقى نصب بقى كده ايه الفروت سلاد بتاعتنا الحلوه عشان ندوقها برده لماما وبابا وناكلها ويام يام. شكلها يام يام قوي يا ولاد صح؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نحط شويه جوس كده عصير. حطي كيوي. ونحط كيوي. يا سلام احط لك كيوي يا روحي عشان يبقى فيه كيوي. حلو قوي قوي قوي. اتفضلي. ايه اللي بعد؟ ايه اللي بعد؟ المعلقه. ايه المعلقه اهي. شطاره وحلاوه وطعامه وسرعه وفايده. وادينا عملنا فروت سالاد، ماما وبابا واخواتنا ياكلوه، ويبقى احنا اللي عملناه بشكل سريع وبسيط جدا. ايه رايكم بقى؟ تاخد خمس ثواني. تاخد خمس ثواني. يلا روحوا دوقوا ماما وبابا وكلوا انتوا كمان، ونشوف بقى اخواتكم هيعملوا ايه مع السلطه اللي معانا التانيه النهارده. جينا بقى للسلطه التانيه اللي معانا النهارده. السلطه التانيه حادقه، عملنا فروت سالاد، دلوقتي هنعمل سلطه بطاطس. انتوا برضو اكسايتد؟ متحمسين؟ متحمسين ولا مش متحمسين؟ متحمسين. طيب دي ايه بقى يا استاذه بقى؟ بطاطس. دي بطاطس جبناها قشرناها وسلقناها وقطعناها مكعبات وبقت جاهزه. طبعا ممكن ماما تساعدنا في ده، هي تقشرها لنا وهي اللي تسلقها لنا وتجيبها لنا ايه متقطعه. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟
هنحط البطاطس بتاعتنا. ايه رايك انت تساعدنا في ان انت تحط البطاطس ونحط عليها شويه بصل وشويه بقدونس؟ حضرتك هتعملي ايه معايا الدريسنج؟ ايه رايك؟ طب انا ايوه انت، امال مين؟ في حضرتك واحده تانية، اتفضلي امسكي كده اهو. حطيت البطاطس، حطي لي بقى شويه بصل وشويه بقدونس، واحنا هنا نحط شويه زبادي. أنا. ايوه انا هحط لك عشان تخلطي زبادي. أنا دلوقتي لسه احنا هتخلطي ايه؟ حطينا ايه عشان تخلطيه؟ قولي لي كده. حلو، ممكن تحطي دول، حطي ده تحت. أنا. الزبادي، بقيه الزبادي، شويه بقدونس حلوين كده، ونحط معلقتين مثلا طحينه كده اهو. اوكي تلات. حطينا ايه؟ لا مش تلات، حلو تلات عشان خاطر. اتنين ونص. حطينا ايه؟ اتنين ونص لا حطينا ايه وايه؟ زبادي وايه؟ وطحينه. انا عايزه حاضر الصبر. طيب بنعمل دريسنج عشان تعرفي تعمليه ازاي في البيت. لا. حطينا ايه؟ طحينه وزبادي وشويه عصير ليمون. ليمون؟ حلو. لا انا هسيبك والله تخلطي، والله ما هخلط. اوكي. و دول ايه بقى؟ شويه فلفل وشويه ملح، وهننضف طبعا اللي احنا عاملينه حالا ده. حضرتك هتبتدي تخلطي. طب شيلي ده، هاتي ده. اعمل دلوقتي؟ ايوه اتفضلي على طول. خلينا بقى استني احط شويه كمون. الكمون بيبقى مع البطاطس بقى ما اقولكوش. اوكي يلا. انت عملت ايه بقى يا استاذ؟ هذه المعلقه كده نقلب. انا معلقه اهي. الله، حطينا البطاطس وحضرتك ايه ده؟ ليه مش حاطط بقدونس؟ يلا كملي لسه كمان. كمان حط بقدونس اكتر بتشميها. ايه الاخبار عندك؟ عايزين نزود ليمون تقريبا يعني، حاسه كده. ايوه يلا، وعايزين ننضف برضو حواليكي عشان هو ايه. ينفع اقلب ده وانت تقلبي ده؟ ينفع قلب. يلا انت بدله. وينفع انا انضف هنا؟ كل واحد يقلب وانا بنضف. مهم جدا 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 واحنا بنساعد ماما في المطبخ ان احنا نخش المطبخ ما نقلبش المطبخ. سلطه البطاطس دي بقى يا ولاد فيها بوتاسيوم. ايه ده؟ ليه نام كده؟ فيها بوتاسيوم حلو قوي. ممكن بقى ايه؟ شكرا يا استاذ. ممكن تحطي دي تحت يا استاذه. عملنا الدريسنج بتاعنا، ونحط الدريسنج بتاعنا على السلطه كده اهو. كده اهو كده اهو كده اهو. يا سلام. انا اللي هقلب عشان دي فيها صوص بقى وايه. حطي كله. لا مش هحط كله هتبوظ. ما هو احنا برضو عندنا سنس كده، طبخ ده سنس. نحط شويه ونقلب السلطه بتاعتنا بالدريسنج اللي احنا عملناه. كويس جدا جدا جدا. سلطه مليانه بوتاسيوم، مليانه فيه هنا. البصل بيخلي المناعه قويه. فيه هنا. البوتاسيوم طبعا بيخلي القلب قوي، صحه العظم والعضلات كويسه. ممكن نزود شويه بصل وبقدونس بعد ما خلصنا كده. حط كمان. ماشي شكرا 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 جدا. وشويه بقدونس برده. البقدونس كلها. ايوه هو البقدونس كلها بقى وخلاص. ايوه شكرا. ممكن مناديل ونقلب كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. شكرا كده اهو. وتبقى تقريبا سلطتنا جاهزه. يبقى احنا عندنا سلطه ايه؟ قولولي. بطاطس. دي فاكهه؟ بطاطس. بطاطس عليها ايه؟ عليها بقدونس وبصل والدريسنج. الدريسنج معمول ازاي؟ زبادي وطحينه وملح وفلفل وكمون وليمون، ونقلبهم في بعض ونقوم حاطينهم كده اهو. يبقى فيها فوائد ايه؟ بوتاسيوم، فيها اللي هو بيحافظ على ضغط الدم، بيحافظ على صحة القلب، بيحافظ على العضلات، بيحافظ على العظم، فيها بصل بيقوي المناعة وبالذات في الشتاء لما بيكون عندنا فيروسز. وفوق كل ده وده بقى ايه يا ولاد؟ يام 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 يام. مين هيدوق؟ اتفضلي يا ست الكل، وحضرتك كمان تدوق. ونبقى احنا كده، وانا كمان هجيب معلقتي عشان ادوق او شوكتي، واقول لكم ان احنا بكده يبقى وصلنا الحقيقة يعني لغاية نهاية رحلتنا النهاردة. فاضلنا طبعا اغنيتنا الحلوة اللي احنا بنغنيها، بس نحب جدا في النهايه كده ان احنا نستمتع بالاكله الحلوه اللي احنا عملناها. ايه الاخبار؟ ديليشس. طب اعملهم كده اهو. باي باي. حلوه.
We'll be right back.